جاني الماتش زوين وبونو حارس احسن حارس وثلاثة زيرو تبارك الله عليه وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب وغنجيبوها 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 ديما مغرب ديما مغرب الكراكي وليداتو تا فرقة ما غلباتش ندوزو الماتش الاخر نربحو فيه نوصلو للفيلان وناخدو لا كوب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كانوا ضربات الجزاء شنو كان انا ما قوت الفرحه ما بقيتش عارفه شنو نقول ما عرفتش شكون ما عرفتش شكون انا مع كل شيء اولا كنشكروا الكراكي الله يجازيه بخير ما عمر فرحنا بحال هذه الفرحه ما عمر النهار اللي عقلت على راسي وانا في الدنيا ما عمرني فرحت بحال هذه الفرحه اللي فرحنا الكراكي ديما 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 الكراكي وليداتو طافر قامة غلباتو بصراحة 86 ما فرحناش بحال هاد الفرحة هادي نعم المدرب نعم الفريق الوطني ليكيب كلهم الله يعمر عذر الله يجزيهم هداو هاد هداو هاد هداو هاد الفوز لصاحب الجلالة شكرا لهم شكرا لهم كنبغي نشكر المنتخب على كنبغي نشكر المنتخب على هاد الفوز اللي وصلنا ليه ما بقينا كتهمنا على الامتحانات لا حتى شي حاجه ولينا خارجين كاملين فيفا لو ماروك شكرا للناخب الوطني وليد الكراكي على هذه المجهودات ديالو وحنا معاهم دائما مازينهم حتى لافا ان شاء الله ونقول فيفا ماروك ان شاء الله شكرا شكرا للمنتخب وشكرا على الشعب المغربي فرحنا وتنتمنى الخير الحمد لله كون داسات نتمنى لهم النجاح الثاني تاع المستقبل وعاش الملك وعاش الشعب المغربي وعاش خوتنا في الامام المغربي السلام عليكم تحيات خالصه وعاش الملك وعاش المنتخب المغربي وعاش الوطن الله الوطن الملك قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا